وللحديث أكثر عن ذكرى التظاهرات الكبرى في العالم الرافضة للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. حياكم الله أستاذ محمود. الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله. أهلا بك أستاذ محمود. الاحتجاجات ضد حرب العراق بدأت عام 2002 واستمرت كما تعلم بعد غزو العراق عام 2003. بداية، كيف تتذكر هذه التظاهرات والرفض الشعبي العالمي للحرب على العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأخوات والأخوة المشاهدين وبعد. أخي العزيز، أنا قلتها في مناسبات كثيرة أن علينا أن نفهم أن الحرب دينية، وأن لم نجهز أنفسنا للتصدي لها بسبب عمالة حكامنا واشتراكهم في اللعبة. علينا على الأقل أن نحمي أنفسنا وأولادنا وأحفادنا. كلنا سمعنا بوش الصغير جدا عندما قال أن الرب أمرني بذلك، ولا أدري أي رب هذا الذي قصد. الأمر بدأ في الحقيقة منذ أن ارتبطت إستير بكورش وأقنعتها بدخول بابل وأحراقها، واستمر حتى الآن. حتى عندما دخل المغول بغداد اتفق ابن العلقمي والبابا في حينها معهم، ولهذا أمن المغول على حياة المتعاونين معهم وعلى دينهم ومذهبهم، وعاثوا بالأرض الفساد وأحرقوا وقتلوا كل شيء. حروب الرد اللي كنا ندرسها احنا بالتاريخ على أنها سبب توقفهم عن دفع الزكاة، تبين بعدين بعد ما قرأنا وفهمنا أن بعض القبائل العربية كان يحركها الفرس والصليبيين واليهود أيضا. في القادسية بعد تحرير العراق قدر يزدجر للدخول بالإسلام بمشورة السيادة لتدبيره من الداخل، وشق صفوف المسلمين وقد نجحوا للأسف، وحالنا اليوم يؤكد ذلك. منذ مجيء نظام الخميني الدجال إلى السلطة بمساعدة فرنسا وأمريكا حتى يحكم إيران بدلا عن الشاه، دخل عالمنا العربي والإسلامي بل حتى دوليا الفوضى والفتن الطائفية اللي كانت نائمة. حرص الخميني على إيقاظها ليشعل المنطقة ويعيث في الأرض فسادا. رافق هذا السلوك شعارات كاذبة مثل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والشيطان الأكبر، كنا سمعناها وعايشناها. أصبحت الشعوب تترقب، حتى أصبحت الشعوب تترقب ساعة إعلان الحرب بينهم وكأنها قاب قوسين أو أدنى، بينما على أرض الواقع الأمر مختلف جدا. نالت إيران دعم وغض طرف من قبل أمريكا ما لم يناله جميع على طائفة في المنطقة بل في العالم. كل ما جرى من تفجيرات واختيالات، عمليات انتحارية حتى قبل الاحتلال، منها تفجير السفارة العراقية اللي يذكرها الجميع في بيروت، عمليات انتحارية أخرى على وزارة التخطيط ووكالة الأنباء العراقية وغيرها، ومحاولة اغتيال أمير الكويت أيضا، كلها تم غض الطرف عنها للأسف. اغتيال الحريري تم السكوت عنه. عملية لوكيربي انقلبت الدنيا ولم تقعد على القذافي، ولكن لم يحدث شيء مماثل. نعم، بالعودة الإيراني بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية وقتل كل من فيها. بالعودة إلى الحرب على العراق أستاذ محمود، يعني كان هناك تظاهرات مليونية خرجت ضد هذه الحرب، ولكن لماذا لم تفلح هذه التظاهرات في ثني قادة هذه الحرب في شنهم لها؟ لن تفلح، لأن الحرب دينية، وهذا الأمر كان لابد من عنده لأسباب كثيرة، منها دينية ومنها سياسية وعسكرية لوجستية. الدينية هي أنه الرب لن ينزل في التلمود، الرب لن ينزل إلا إذا بني الهيكل، والهيكل الذي يبنى إلا إذا خربت بابل من جديد، ولهذا القوة اللي احتلت العراق دخلت بابل كانت يهودية. لوجستيا هم بحاجة إلى مواجهة الصين، وهذا الأمر معروف، وعليهم السيطرة والوصول إلى منابع النفط والطاقة من أجل تلك الحروب المقبلة، وأيضا استغلال نفوذهم بالمنطقة والشباب والأحزاب الموالية لهم من أجل الحرب القادمة للأسف. الأمر عندما احتلت إيران الأحواز مثلا، لماذا بال25 مباركة أمريكا وبريطانيا؟ هذا الأمر مبيت له ومخطط له منذ قرون، الأمر ليس بجديد للأسف، لكن احنا اكتشفناه وعرفناه حديثا، لكن هو الأمر قديم جدا. هناك مخطط لجعل إيران تسيطر على المنطقة أيضا. يعني كيف ترى تداعيات الحرب على العراق والمنطقة؟ كيف أثرت هذه الحرب على شكل الإقليم بشكل عام؟ الحقيقة الحرب دمرت كل شيء. يعني اللي جرى هو تدمير الأمتين العربية والإسلامية دينا وأرضا وماء وسماء وثروات، أعدنا إلى ما تراه الآن في بغداد للأسف. بالأمس موكب الخيول والإذل في عاصمة الحضارة في ساحة التحرير، وإحنا في سنة 2023 الناس تتمسح بالحيوانات من أجل تحقيق أحلامها وأمنياتها للأسف الشديد. شوف أنت الوضع الديني، شوف الإشراك إلى أي مستوى وصل، شوف الوضع الإعلامي الثقافي العلمي الأخلاقي الاجتماعي السياسي، شوف الوضع الاقتصادي، شوف اللي يجري الآن.
كل للأسف. هذا كله نتيجة، وهذا الأمر مو بس بالعراق، بالأمة العربية كلها، بل بالعالم الإسلامي بأجمل. شوف لبنان إلى أي مستوى وصل حال شعبها اقتصاديا. هاي لبنان اللي كانت أجمل دولة، والعالم كله حتى من الغرب يجون يسافرون إلى الاصطياف والاستمتاع بمناظرها وجمال مدنها. شوف العراق إلى أي مستوى وصل، شوف اليمن، شوف سوريا إلى أي مستوى وصلت، وللأسف الشديد وإحنا بنسيئن إلى أسوأ. يعني الأمر إحنا ما نشوف ضياء في آخر النفق للأسف. نعم يعني بالمقابل اللي كان مخطط له، وبالمناسبة هذا الأمر مخطط بينه وبين الصليبيين والصهاينة والصفويين، ولهذا هم غضوا الطرف عن تصرفات النظام الفارسي. وأصلا هذا أحد أهم الأهداف اللي جابه به الخميني. وشوف أنت الآن يعني ردود أفعال اللي بيصير أو نتائج العمليات اللي صارت هي اللي تبين لك وتوضح لك أهداف مجيء النظام الخميني. شوف الآن إسرائيل كيف هي قوية، دمروا الجيوش، الجيش العربي السوري والجيش العراقي وجيوش المنطقة، وحطموا إمكانيات شعوبها ووصلوها إلى هذا المستوى. طيب أستاذ محمود، بالمقابل يعني برأيك هل هناك مقومات لربما عند التمسك بها تستطيع الأمة وتستطيع هذه الدول النهوض من جديد؟ إذا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى من جديد، إذا توحدنا وعدنا مسلمين حقيقيين وليست يعني هاي الأفكار الهدامة للأسف اللي ظهرت بعد الاحتلال واللي غذتها هي هاي الأفكار المنحرفة للأسف. إذا عدنا إلى الله أولا، ثم توحدنا على هدف واحد، ثم عدنا مسلمين من جديد. إحنا قبل إذا تذكروا لو يقرأ أي إنسان بالتاريخ كنا ننتصر على كل العالم، لم نكن أكراد أو عرب أو تركمان أو إلى آخره. كنا قبل المسلمين العربي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، عمار الفارسي، الكل كانوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا. لكن هاي الأفكار اللي أتت بعد الاحتلال واللي هي منحرفة وجيء بها بأمر مقصود طبعا من أجل تشويه صورة هذا الدين العظيم وإضعافه، هي هاي اللي دمرتنا. لكن إن شاء الله هذه الأمة أمة ولادة ولا يمكن القضاء عليها. هذه الأمة هي اللي وعدها الله سبحانه وتعالى بالنصر، وحاشا لله إذا يخلف الميعاد. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، شكرا جزيلا لك.